بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشابتر اليوم هو شابتر 4، بيتكلم عن الكلاود سيرفيس موديل. ايش هم الكلاود سيرفيس موديل؟ اكيد احنا اتطرقنا لهم في الشباتر السابقة، ولكن في هذا الشابتر بدنا نتطرق لهم بالتفصيل، اللي هم الثلاثة: الساس والباس والاياس، اللي هو سوفتوير از ا سيرفيس وبلاتفورم از ا سيرفيس وانفراستراكشر از ا سيرفيس. اولا بدنا نبدا نحكي انه اول شيء كل واحدة سوفتوير از ا سيرفيس، اللي هي الابليكيشنز والمانجمنت واليوزر انترفيس اللي بيقدمها البروفايدر عبر الشبكة، والبلاتفورم از ا سيرفيس زي الفريم ورك لتطوير البرامج لديفلوبمنت ابلكيشن او الابلكيشن ديفلوبمنت فريم ورك والاوبريتنج سيستم وديفلوبمنت فريم ورك. وطبعا هنا احنا حكينا على هذا الكلام قبل هيك، هنحكي بالتفصيل اكثر في هذا الشابتر على الانفراستراكشر از ا سيرفيس. وطبعا هو الانفراستراكشر از ا سيرفيس هو اهم فرع في السيرفيس واقوى فرع فيهم، ونتطرق عليه بالتفصيل في هذا الشابتر. وبشمل الفيرتشواليزيشن كومبيوتينج، كل عمليات الكمبيوتينج بتتم عن طريق الفيرتشوال، وعمليات الستورج والنتورك ريسورس اللي بيقدمها على صيغة الاون ديماند حسب الطلب. لو شفنا هنا في الرسم هذا او في هذا السلايد الانفراستراكشر از ا سيرفيس والبلاتفورم از ا سيرفيس والسوفتوير از ا سيرفيس، فاحنا بنشوف مثلا الانفراستراكشر از ا سيرفيس هي بتعتمد على تقديم الانفراستراكشر من الفيرتشوال كومبيوتينج والستورج والسيرفر والنتورك كومبوننت، وكل هذه الاشياء من بنيه تحتيه بيحتاجها كخدمه. اما في البلاتفورم از ا سيرفيس، طبعا البلاتفورم اكيد لازم تكون تنزل على الانفراستراكشر، فان مش ممكن يكون اوبريتنج سيستم من غير سيرفر او من غير انفراستراكشر، مش ممكن يكون ابلكيشن او ستاك او كيو او ما شابه من غير ما يكون انفراستراكشر. فمعتمده لازم انه خدمه البلاتفورم از ا سيرفيس اندر الانفراستراكشر از ا سيرفيس. وكذلك سوفتوير از ا سيرفيس اللي هي الابلكيشن او اي سوفتوير لازم تكون تنزل على يكون في بلاتفورم، والبلاتفورم زي ما حكينا معتمد على الانفراستراكشر، فالترتيب هذا مهم جدا لازم نكون عارفينه. تمام. فنفس الشيء انه احنا هنا الاعتماديه حسب الهرم المقلوب اللي احنا قدامنا في الصوره، بوضح الصوره انه سوفتوير از ا سيرفيس مين اللي بيستخدمها؟ هم الاند يوزر. طبعا سوفتوير از ا سيرفيس لازم تكون معتمده على البلاتفورم از ا سيرفيس، اللي هم اليوزر اللي بيكون فيها الابلكيشن ديفلوبر اللي هي المطورين البرامج، وطبعا الانفراستراكشر از ا سيرفيس بيكون المصممين او النتورك اركتكتشر، وهذا بيقدم الخدمه كبروفايدر، بيعتبر بروفايدر للبلاتفورم از ا سيرفيس، والبلاتفورم از ا سيرفيس بيعتبر بروفايدر للسوفت وير از ا سيرفيس. لو جينا نشوف التيبل اللي قدامنا هذا بيبين لي مين اللي بيستخدم السوفت وير از ا سيرفيس والبلاتفورم از ا سيرفيس والانفراستراكشر از ا سيرفيس. تمام. لو جينا نشوف اول شيء عندي انا هان في السوفت وير از ا سيرفيس مين المستخدمين له؟ اللي هو البزنس يوزر. طيب ايش بيستخدموا او ايش الخدمات المتاحه بتكون لهم؟ زي الايميل، الاوفيس اوتوميشن، البلوج، الفيرتشوال ديسكتوب، وابلكيشن اخرى. طيب ليش بيستخدموا هذه؟ عشان تكون كومبليت بزنس تاسك، على اساس يكملوا مهماتهم المطلوب منهم، واحتاجوا هذه البرامج انه يكملوا فيها التاسك المطلوبه منهم. طيب بلاتفورم از ا سيرفيس مين اليوزر؟ ديفلوبر والديبلومر اللي هم المطورين والمصممين او اللي بينشروا البرامج.
طيب ايش السيرفيس المتاحة لهم؟ اللي هي كل السيرفيس اللي لازمة لعملية الابليكيشن تيست، واللي عام اللي لازمة لعملية الانتجريشن للديفلوبمنت اند الديفلوبمنت. طيب ليش بيستخدموها؟ ليش هدول بيستخدموها؟ لعملية كرييت للابليكيشن، وعملية ديبلوي للابليكيشن، والسيرفيس اللي يقدموها لهذا اليوزر، يعني عملية تطوير وإنشاء للبرامج والخدمات على أساس يقدموها بالآخر لليوزر. طيب الانفراستراكشر از سيرفيس، مين المستخدم؟ مين المستخدمين في الانفراستراكشر از سيرفيس؟ عندنا السيستم مانجرز. طيب زي ايش الخدمات المتاحة فيها في الانفراستراكشر از سيرفيس؟ اللي هي فيرتشوال ماشين والاوبريتنج سيستم والكيو والستورج والسي بي يو طبعا والميموري والباك اب سيرفيس. طيب ليش بيستخدموها؟ واي يوز ات؟ طبعا لانشاء البلاتفورم لهذه السيرفيس، يعني زي ما احنا شفنا انه معتمد على بعض، هي انشاء البلاتفورم على اساس يعملوا نشر الابلكيشن اللي بيستخدمها اليوزر، واليوزر بالاخر هو اللي بيستخدم الابلكيشن في السوفت وير از سيرفيس. فاعتقد من سلايد 3 و 4 و 5 انه احنا بنشوف انه السوفت وير از سيرفيس معتمده كابلكيشن على البلاتفورم، البلاتفورم معتمده كبلاتفورم من اوبريتنج سيستم او ابلكيشن ستاك او كيو او داتابيز، معتمده على الانفراستراكشر از سيرفيس. وهذا طبعا في الرسم هذا ببين اوضح. طيب خلينا نشوف في هذه السلايد انفراستراكشر از سيرفيس، ونبدا نحكي عن انفراستراكشر از سيرفيس هي عباره عن ايش. طيب في الانفراستراكشر از سيرفيس هو بيقدم لنا موديل تستخدمه المؤسسات او اي اورجانيزيشن تستخدمه لعمليه السبورت. زي ايش؟ زي الاستورج والهاردوير والسيرفر ومكونات النتورك. طيب ايش الميزه الثانيه او ايش ما يميز الانفراستراكشر از سيرفيس؟ انه سيرفيس بروفايدر هذا هو بيكون يمتلك انه له ملكيه على هذه الاكويبمنت او المعدات، وله المسؤوليه على عمليه التشغيل وعمليه الصيانه لهذه الاكويبمنت او معدات النتورك اكويبمنت او معدات الشبكه. ثلاثه يعني ايش صفة اللي انا الكلاينت هنا بيشتغل بس على قاعدة بيريوز، على قاعدة اللي انه بستخدمه هو اللي انا بشتري. طيب لو شفنا هذا الرسم كمان بتوضح علاقة السيرفيس موديل مع بعض. لو جينا نشوف الانفراستراكشر از سيرفيس، مين المستخدمين فيها؟ هو السيستم ادمنستريتور او نتورك اركتكتشر، هدول بيعتبروا كلاينت على الانفراستراكشر از سيرفيس، وفي نفس الوقت هدول ممكن يكونوا بروفايدر على البلاتفورم از سيرفيس. طيب في البلاتفورم از سيرفيس مين اليوزر؟ اللي هم السوفت وير انجينير. السوفت وير انجينير هدول بيعتبروا كلاينت على البلاتفورم از سيرفيس، وفي نفس الوقت بيعتبروا بروفايدر على السوفت وير از سيرفيس. طب اليوزرز او الاند يوزرز بس ممكن يعتبر كلاينت على السوفت وير از ا سيرفيس. اذا اليوزر العادي مش ممكن يكون كلاينت على البلاتفورم از ا سيرفيس ولا الانفراستراكشر از ا سيرفيس، لانه استخدامه لابلكيشن معينه ومش متخصص زي السوفت وير انجينير، زي الانجينير او السيستم ادمنستريتور المسؤولين اللي هم بيحتاجوا انهم يبنوا في الانفراستراكشر ككلاينت او يستفيدوا من الانفراستراكشر ويبنوا او يقدموا خدمه يعتبروا بروفايدر في البلاتفورم از ا سيرفيس. والسوفت وير انجينير هم كمان بيعتبروا بروفايدر في السوفت وير از ا سيرفيس. طيب بالنسبه للانفراستراكشر از ا سيرفيس ممكن احنا نعتبرها او ممكن لها تسميه اخرى. احنا قبل هيك عرفنا انه يوتيليتي كومبيوتينج هي نفسها الانفراستراكشر از ا سيرفيس، ولكن في بعض الكتب
او بعض اللي بيشرحوا الموديل انه بيعتبروها هاردوير از ا سيرفيس. طيب على اي اساس انه معتبروها هاردوير از ا سيرفيس؟ لانه هي بالاغلب الخدمه اللي بتقدمها على شكل هاردوير، صح فيرتشواليزيشن، بس انه كله زي ما احنا شفنا ستورج ونتورك وسيرفر كله بيعتبر ايش كهاردوير. فممكن نسمي يعني لو حكى لك هاردوير از ا سيرفيس، هاي بتعتبر من اي سيرفيس؟ بنقول انها هي عباره عن انفراستراكشر از ا سيرفيس. طيب لو حكى لي يوتيليتي كومبيوتينج، برضه بتعتبر انفراستراكشر از ا سيرفيس. طيب السؤال، why buy machines when you can rent resources؟ هاي سؤال مهم، انه ليش انا بدي اشتري هذه الماشينز اذا في استطاعتي ان اقدر اتأجرها واستخدمها بير يوز. طبعا هان نظام اليوتيليتي كومبيوتينج انه بحاسبك على الاستخدام تبعك. هاي طبيعة اليوتيليتي كومبيوتينج، انه الشغلة بيعطيك فاتورة فيها، بيلينج فيها على حسب والدفع تبعك او مقابل ايش؟ مقابل استخدامك لها. اثنين، ال provides basic storage and computing capability as server، اللي هي زي السيرفرز والستورج سيستم والسي بي يو سايكل والسويتشنج والراوترز طبعا الى اخره والباك اب. هذه القدرات المعتمدة على الكمبيوتينج بيقدمها وباخدها على أساس بيريوس. فيش داعي إن أشتري هذه المعدات أو هذه القدرات طالما إنه في إمكانية أو في خدمة تقدم اللي هي Infrastructure as a Service أو Utility Computing أو Hardware as a Service، إنه ممكن أدفع مقابل استخدامي لهذه السيرفيس، سواء كانت كسيرفر او كستورج او كسيستم او عفوا كسي بي يو سايكل او كسويتش او كراوتر او باك اب الى اخره. تمام، هيك اعتقد انه صار واضح اكثر مفهوم الانفراستراكشر سيرفيس. واحنا كنا هذا الكلام طرقنا له وحكينا فيه عن الكلاود بصفه عامه، عن الكلاود كومبيوتينج بصفه عامه، ولكن هي جزء من السيرفيس او نوع من انواع السيرفيس او سيرفيس موديل في الكلاود كومبيوتينج انفراستراكشر از ا سيرفيس. اكثر شيء هي بتوصف لي كل ميزات الكلاود، كل الادفانتج والبنفنس اللي احنا حكينا عنهم بالنسبه للكلاود كومبيوتينج بيطبقوا بشكل خاص على الانفراستراكشر از ا سيرفيس. هنشوف هذا الكلام من معرفه الادفانتج تبعتها، وهذا الكلام حنلاقيه مكرر عندنا انه احنا حكينا قبل هيك على الادفانتج تبعت الكلاود كومبيوتينج. مثلا لو باختصار حكينا انه ايش الادفانتج تبعت الانفراستراكشر اوف ذا سيرفيس. اول شيء المينيتس، لايش يعني بيعدم لي او بينهي لي او بيختصر لي الكابيتال اكسبنسيف اللي هي مصاريف تاعت راس المال، وبيقلل لي من التكلفه الحاليه التكلفه التشغيليه. اثنين، بيعمل امبروف على ايش؟ على استمراريه البزنس وعمليه الدستر ريكفري اللي هي عمليه التعافي من او علاج المخاطر اللي ممكن اكون فيها بسرعه. ثلاثة، عنصر السرعه في الاداء، هذه انه بوفر معي وقت كتير طبعا باستخدامي لهذه قدرة الكمبيوتينج، بوفر علي وقت انه اشتريها واعدها واصممها والكلام. اربعة، انك انت يكون تركيزك بس الفوكس تبعك على عملك ومصلحتك وانجازك وشغلك والبزنس تبعك، ما يكونش على ادارة الاي تي ديبارتمنت او ايش مشاكل الاي تي، لانه هاي حيوفر لك اياها بالايجار. خمسة، طبعا في زيادة في الاستابلتي عملية الاستقرار والريبيلتي، وطبعا هذا بيكون كمان عملية السبورت اللي بتكون بشكل مستمر. ستة، انه بيكون في حالة السيكوريتي
أفضل. سبعة، إنه ممكن إيش نحصل على أبليكيشن جديدة وبشكل أسرع للمستخدمين. طبعا هذه الأدفانسز، طبعا هذه كلها تعتبر أدفانسز تاعت الكلاود كومبيوتينج، ولكن في الانفراستراكشر از ا سيرفيس هو بيتميز بهذا الادفانتج اكثر من الادفانتج الثانيه اللي حكينا عنها بشكل عام. طبعا احنا لسه حنحكي في بعض الادفانتج الثانيه، حنحكي ببعض الخواص ممكن نعتبرها خواص زي ما شايفين في الرسمه التاليه في الاي تي انفراستراكشر از ا سيرفيس او الانفراستراكشر سيرفيس، انه إلها فوائد زي ما شايفين بالرسمة، إنه في عنا storage management ممكن نتحكم في التخزين، وال database management تحكم في عملية ال database، وال application management وال network management وال server management وال server provisioning وال security management وعملية ال monitoring alerting وال notification لعملية المراقبة. طبعا هذا كله إيش بيكون الانفراستراكشر از ا سيرفيس بتعطيني اياها كسيرفيس، بيكون نوع من انواع السيرفيس اللي بقدمها الكلاود كومبيوتينج، وهذه بينفرد فيها الانفراستراكشر از ا سيرفيس، انك بتكون عندك كنترول او مانجمنت على الستورج، على الداتابيز، على النتورك، على السيرفر، على السكيورتي، على الابلكيشن، وبيكون عندك مراقبه مونيتورينج ان اليرتينج نوتيفيكيشن، ويكون عندك سيرفر بروفيشنج اللي هو السيرفرات المقدمه لك. تمام. طيب ممكن احنا نلخص الانفراستراكشر از ا سيرفيس من خلال وظائفها او من خلال ايش بتنفرد بالضبط، بنلخصها بالاربع بنود التاليه. تمام. هي resource provisioning اللي هي عملية توفير resource. طبعا هذه توفير resource زي أي resource computing زي storage زي computing، وهذا حكينا عنه قبل هيك. اثنين، وهي هذه مهمة، عملية virtual machine إنها بتوفر resource على هيئة instance لمين؟ للأجهزة ولا عملية الستورج، وطبعا ممكن للمستخدم انه يعمل عملية ستارت او ستوب، بدء او ايقاف، او عملية كونفيجور، او عملية مانجمنت لمين؟ لهذه الانستانس، سواء كانت للماشين او للستورج، فيرتشوال ستورج او الفيرتشوال ماشين انستانس. طبعا هذا المقصود بالانستانس انه اشي شبيه او اشي مثيل له للاشي الحقيقي، فهذا بشكل فيرتشوال. انه هذا طبعا المبدأ الاساسي اللي بيقدمه الانفراستراكشر از ا سيرفيس بشكل فيرتشوال. حنتطرق كمان في هذا الشابتر على انواع الفيرتشوال، سواء كانت ماشين او سيرفر او خدمات. ثالث اشي انه البروفايدر مانجر انفراستراكشر. طبعا الانفراستراكشر بيكون البروفايدر اللي هو المزود الخدمة بيكون عنده مانج عالي، او هو المانجر الاساسي والمسؤول عن الانفراستراكشر. واهم خاصية وحكينا عنها كتير اللي هي pay per use او pay as you go، وهذا المقصود انه احنا ندفع على قد الاستخدام، انا ما بدفع الا اللي انا بستخدمه. تمام. طيب بعد هيك بنشوف ملخص شديد او تلخيص عن الانفراستراكشر از ا سيرفيس، وبنعدي عليهم على هيئة ست بنود. اول شيء الانفراستراكشر از ا سيرفيس دونت بروفايد ابلكيشن تو كاستمرز، هذه يعني من ضمن الخواص خلينا نحكي انه بقدمش ابلكيشن للكاستمرز زي السوفت وير از ا سيرفيس وزي البلاتفورم از ا سيرفيس. ثاني شيء يختصر علينا كثير من عمليات الشراء، عمليات تكلفات الشراء. ثالث شيء عمليه السكيل اب والسكيل داون، هذه تعرفنا عليها في انها ميزه او
من ضمن الادفانتج تبعت الكلاود كومبيوتينج. طبعا هنا سكيل اب وسكيل داون لعمليه الانفراستراكشر، وفي في ذلك مرونه عاليه. اربعه، ممكن للتيننس اللي هم المستاجرين او المالتيبل تيننس اللي هم المستاجرين كذا مستاجر اللي هم هذا من ضمن الخصائص، انهم يستخدموا الاكويبمنت في نفس الوقت. وهذه الخاصية بنسميها مالتي تيننت، هذه بتنفرد فيها برضو الانفراستراكشر از سيرفيس. وهي المالتي تيننس حكينا عنها قبل هيك في من ضمن الادفانتج او البنفنس بتاعت الكلاود كومبيوتينج. خمسة، انه ديفايس اندبندنس، اللي هي بيكون في الاجهزة مستقلة، يعني انت ممكن تصل للكلاود او الانفراستراكشر از سيرفيس من اجهزة مختلفة، ما له علاقة انه نوع الجهاز انه ما بتصل للانفراستراكشر از سيرفيس. هذا طبعا من ضمن البنفنس تاعت الكلاود كومبيوتينج. واخر شيء له باريرز تو انتري، انه في حواجز منخفضة لعملية الانتري او الدخول على الانفراستراكشر از سيرفيس. طيب هيك اعتقد انه هذه الامور كلها كنا نحكي عنها بصفة عامة عن خواص الكلاود كومبيوتينج، ولكن في هذا الشابتر انها هي بتخص الانفراستراكشر از سيرفيس، بما ان هذا جزء من الكلاود فانه يحمل نفس الخواص. طيب احنا تعرفنا على بعض الخواص وعلى بعض الميزات وايش هي الانفراستراكشر از سيرفيس. طبعا بالنسبة لكل سيرفيس في كذا مصدر لشرح اكتر من هيك، ولكن احنا بيهمنا ايش المعنى الحقيقي وايش معنى الانفراستراكشر از سيرفيس. في كتير شرح عن هذا الموضوع، في كتب كتير بتحكي في هذا الموضوع، لكن احنا بنحكي بالمختصر المفيد، ما بندخل في التفاصيل كتير بما يخص الانفراستراكشر از سيرفيس. والتفاصيل فيها علم تاني. خلينا نشوف الكومبوننت. الكومبوننت عندنا الكمبيوتر هاردوير، من ايش بيستخدم احد اجزاء او احد الكومبوننت تاعت انفراستراكشر از سيرفيس. تاني شغله اللي هي الكلاينتس، انه بنسمح للكلاينتس انهم يقدروا يعملوا ران لفيرتشوال ماشين ذن وات اللي بيحتاجوها. طيب الكمبيوتر هاردوير، طبعا هنا انك الكمبيوتر هاردوير انت رنتد اوت، انت بتكون مستاجرها، تمام. اللي بقدمها مين؟ البروفايدر هنا بيعملها سيت اب از ا جريد، على شكل جريد كومبيوتينج. طبعا فور سكالابيلتي، قابل انها بتكون حامله ميزه السكالابيلتي اللي احنا حكينا على السكالابيلتي قبل هيك، اللي هي انه القدره على انك تحافظ على نفس نشاطك، نفس الكمبيوتينج تبعتك ونفس الباور تبعتك مهما زاد الحمل عليك. طبعا هنا الكمبيوتر هاردوير ممكن يكون عند النتورك، والنتورك طبعا الهاردوير تاع الفايروول والراوتر والسويتش، كل الكومبوننت تاعت النتورك والسيرفر وما شابه. وكمان في الكمبيوتر نتورك ممكن اللي هو الانترنت كونكتيفيتي، اللي هو الوصول للانترنت، حتى انك المستخدم يصل الى الاجهزة لازم يكون متصل بالانترنت. هذا تعتبر من ضمن الكومبوننت الاساسية تاعت الاي اس كومبوننت. طيب احنا في هذه بنعطي لكم توضيح عن البنفنس والخواص، واحنا حكينا عنهم، والادابشن والاكزامبلز الخاصة بالانفراستراكشر از ا سيرفيس. وهي مش اشي جديد، ولكن هذه بتلخص لي كل اللي حكيناه قبل هيك، بالاضافة اليه الادابشن. وحنشوف ايش يعني الادابشن. الادابشن يعني مين اللي ممكن يعني يتبنى او يشتغل على الانفراستراكشر از ا سيرفيس. لو جينا من ناحية الانديفيدوال يوزر طبعا بيكون ايش؟ لو. طيب
لانه ايش بده في الانفراستراكشر از سيرفيس، هو استخدامه اكثر شيء حيكون على السوفت وير از سيرفيس، ممكن يحتاج انه يستخدمه للشغل لتست لبزنس بسيط، بس ايش استخدامه هيكون بسيط محصور على ناس معينة. طب السمول والميديوم انتربرايز، الشركات الصغيرة والمتوسطة بيكون ميديوم، متوسط الشغل عليه. طيب في الشركات الكبيرة بيكون هاي، استخدامها هاي، هي أكتر شيء بتستخدم الانفراستراكشر از سيرفيس، والجفرمنت طبعا حيكون هاي. طيب بالنسبة للخواص أو الخصائص اللي هي مالتي تنت وحكينا عنها، الفيرتشواليزد هاردوير حكينا عنها، والمانجمنت اند مونترنج تولز وديستر ريكفري هذا حكينا عنها قبل شوي. طب البنفيتس اللي هي الفوائد، ممكن احنا نلخصها انه انك اول شيء بدل ما تخلي التركيز على الاي تي مانجمنت بتخليه يركز على شغله والنشاطات. ثاني شيء فيش تكاليف على الانفراستراكشر، اي تي انفراستراكشر. ثالث شيء انك بي بير يوز. رابع شيء في عندي جرانتي بيرفورمانس، اداء بيكون مضمون. الدايناميك سكيلينج، عمليه السكيلينج بشكل دايناميك بتتم. سكيور اكسس، انه الوصول بيكون امن. انترفيس جريد انترفيس، انه بيكون الانفراستراكشر عفوا بتكون من الدرجه التجاريه. الجرين اي تي ادوبشن اللي هو بيكون طبعا هنا نقدر نقول صديق للبيئه، والجرين اي تي انه كمان بيكون صديق للبيئه. الاكزامبل عندنا هدول الاكزامبلز طبعا، لا مش للحصر طبعا، ممكن في اكثر بس هدول اكثر شهرة واكثر استخدام. وطبعا هنا اذا بنشوف الامازون اليستيك كومبيوتينج كلاود اللي هو الاي سي 2، طبعا هاي شركة هي بتقدم، شركة الامازون بتقدم الانفراستراكشر سيرفيس، وهي المثال عليها اللي هو الاي سي 2. في الجوجل كمبيوتر انجاين، وطبعا الاوبن سورس والاوبن ستاك هدول اكثر شيء بنسمع فيهم طبعا، والتانيين لا يقلوا عنهم، بس هدول ممكن بيقدموا اشياء كتير ومتمكنين في لانها شركات كبيرة. طيب بنشوف احنا من الرسم هذه انه بنشوف اول شيء الانفراستراكشر از سيرفيس ايش الكومبوننت تبعتها ومين الادابشن عليها. زي ما بنلاحظ هنا هذا رسم للجفرمنت، والجفرمنت واهم كومبوننت انه يعمل اكسس على الانترنت حتى يصل خدماته لليوزرز بالنهاية. وهنا بيكون السيرفر السيرفس بروفايدر اللي هو هنا بيكون الكمبيوتر هاردوير، وهي رسمة بتوضح لي الكومبوننت والانفراستراكشر از ا سيرفيس. بعد هيك احنا لازم نعرف اهم الادفانتج وديس ادفانتج، ونقارن مقارنة بسيطة ما بين الاثنين، ما بين الادفانتج وديس ادفانتج، ونشوف اكيد احنا كل اللي حكيناه في ادفانتج اكيد في ديس ادفانتج. نشوف اول شيء فيش تكاليف للهاردوير، وتكاليف التشغيل الرننج ممكن نتحكم فيها، هذه من ضمن تعتبر ادفانتج. طب الديس ادفانتج انك ان كله اعتمادك ديبندنسي على البروفايدر، هو المسؤول الوحيد على عملية التشغيل والتأكد انه الخدمة افاليبل او سكيور. فانت اعتمادك على البروفايدر، ايش ظروف البروفايدر، هذا بيعتبر ديسادفانتج، ممكن يعمل لي مشكله لانه هو متحكم ومسؤول في هذه الخدمه ان يوفرها امنه وتكون دائما متاحه الي. فايش ظروف البروفايدر، هذه نعتبرها ديسادفانتج. طيب ايش الادفانتج الثانيه اللي هي في عنا سرعة في تقديم البروفايدر نيو بروجكت والامبلمنت لها، تمام. طيب ايش في ديس ادفانتج في هذا الموضوع؟ طيب في سرعة، طب الانترنت اكسس بتكون فيها اذا كانت فيها مشكلة، طب الانترنت اكسس هذا كومبوننت اساسي لتوصيل هذه الخدمة، طب اذا كان في مشكلة او في مشكلة كونكشن بقدرش اصل للانفراستراكشر انفيرمنت، هي تعتبر ديس ادفانتج. طيب من ضمن الادفانتج انه في عندي هاي فلكسبيليتي اللي هي مرونه عاليه، وبتكون في قابليه سكابيليتي وهذا عرفناه، لا ريكوايرد ريسورس، لا ريسورس اللي بنحتاجها.
طيب في disadvantage انه لو بدك تغير البروفايدر، changing providers is very complex، عملية تغيير البروفايدر صعبة جدا ومعقدة جدا. فانت لو احتاج لظروف ما تغير البروفايدر لانه تحسن الخدمة، تحسن الثمن، تحسن كذا، فعملية انك انت هتكون تدخل في متاهات، فهي تعتبر من ضمن الديسادفانتج. وهو مش دايما الواحد بيلجأ لتغيير البروفايدر، ولكن اذا احتاج فبتعتبر هذه معقدة. طيب هنا No, the advantage no need to set up and maintain and or update للهاردوير. طيب في مشكلة، طيب انت صحيح انك بتقدر مش محتاج انك طبعا هنا لما نذكر الادفانتج والديسادفانتج بشكل تيبل مش معنى الكلام انه هذه والنقيض تبعتها، ولكن انه انا في المقابل بنحكي في المقابل لو انا مثلا عندي لا ان انا بحتاجش لاعداد الهاردوير او عملية الصيانة له او عملية التحديث له، بس هنا في عندي مشكلة البرايفسي، وهذه بتتوقف على البروفايدر سيرفر لوكيشنز، وين موقع البروفايدر هذا وايش وضعه، هذا كمان يمكن يتعارض مع البرايفسي تبعتي. هذا من ضمن الديسادفانتج. طبعا من ضمن الادفانتج اللي هو easy to connect several company location to rent IaaS environment، اللي هو انت مش سهل انك تربط كذا موقع من مواقع الشركة في الـ IaaS environment. اخر شيء بدنا نحكي فيه اليوم في المحاضرة اللي هو الاسأل ايه، اللي هو Service Level Agreement. وهذا Service Level Agreement حكينا قبل هيك احنا عنه، اللي هو مثابة العقد اللي بنضيه ما بين مقدم الخدمة البروفايدر والكلاينت، وهو باختصاره SLA. ايش بيكون بنود هذا العقد؟ طبعا هذا بنود العقد اول شيء انه لازم يحددوا ايش المينيمم ليفل للخدمة المطلوبة، واذا كان في فيلر، حدث فيلر معين، كيف بتتم معالجته حتى انه تصير عملية الميت ريكويرمنت، عملية تلبية المتطلبات من غير مشاكل. هذا اول نقطة، لازم يحددوا هذه البنود ويتفقوا عليها. اثنين، عملية التأكيد على ملكية البيانات، ملكية البيانات ownership of data stored on the service provider system. طبعا انت بتخزن بياناتك عند البروفايدر على نظامه، فانت هذا يمكن هو لو مش انت ماضي او مأكد ملكيتك اللي ممكن يقول مش الك لحد تاني او اله، فانت لازم برضو من ضمن البنود تتأكد ملكيتك اللي هو عشان تقدر ايش to get it back، انك تقدر تسترجع. ثلاثة، system infrastructure and security، عملية السكيورتي او معايير السكيورتي والانفراستراكشر النظام، يجب انه يكون حافظ عليها وحافظ على الحقوق تبعتها من قبل البروفايدر. اخر شيء انك طبعا تتفقوا على التكلفة وكيف تتم المتابعة وكيف انه تثبت حقوقك، واخر شيء انك كيف امتى بتتوقف عن الخدمة، ميعاد توقيفك عن هذا الخدمة. هذا طبعا لازم يتوثق ولازم يكون بموافقة الطرفين اللي هو السيرفر سيرفيس بروفايدر والكلاينت، وهذا بنسميه سيرفيس ليفل اجريمنت بتوين البروفايدر اند الكلاينت، واختصاره SLA. وهيك احنا بنكون خلصنا اول محاضرة في عملية التسجيل، وان شاء الله بيكون خلال الاسبوع او الاسبوع الجاي ان شاء الله الا كمان محاضرة بنكمل فيها هذا الشابتر. وربنا يوفقكم ان شاء الله ويعطيكم الف عافية.